أحلامنا احنا نومك الأول نوم الدنيا صبح طول أحلامنا احنا نومك الأول قومي بقى لن كون وتكوني قومي بقى لن كون وتكوني نخلي العشق يرجع مثل الأول نخلي العشق يرجع مثل الأول قومي الحلم يا دنيتي تانا تقوم ونرشرشو بالصبح حتى نفيقو قومي الحلم يا دنيتي تانا تقوم ونرشرشو بالصبح حتى عندي أغلام الدنيا أغلام الدنيا كلها تم ترت تم ترت ترت محبوبكي ناطركي وخياجي نسيتيو تم ترت تم ترت تم كل محبوبكي ناطركي وخياجي نسيتيو تم لتم 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 عندي أغلام الدنيا أغلام الدنيا كلها تم لتم 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 مولي ويلا بدك شيء قبل ما أروح؟ شو لوين؟ على أساس ما عندك شيء اليوم خير؟ يعني إذا ما عندي شيء بنحبس بالبيت؟ ولا لازم أخذ إذن؟ لا بس على الأقل نعرف ما حدا عم يحاسبك المهم طلبوا أعمل مقابلة بالفضائية قلت لحالي بركي بتروح معي أوف شو عادة ما بدأ؟ من 5 سنين ما منحتينا هذا الشرف بالعادة بتعملي كل لقاءاتك بدون ما تخبريني ليش هلأ حابة روح؟ ما صار شي حابب تيجي أهلا وسهلا مالك حابب؟ ما بدها كل هالموال بعدين انت صار لك زمان ما كتبتي حرف عن شو بدك تحكي باللقاء ما انت كل رواياتك حاكي عنه يعني وانت شو اللي مضايقك ولا شيء ما تواخذنا قلنا لك تروح فكر وبخبرك ولا حتى سألت امتى الله معك رح كذب على حالي واعتذر
ما عندي حل تاني. ريهام أنا آسف لأنه ما كنت واقف معك بهي القصة، بس أنا والله كنت مطوش بقصة أختي، وبيعرف سامر يعني كان لازم نكون واقفين جنبك كلياتنا أكتر. بعرف أنكم واقفين جنبي، بس ما عاد فينا نعمل شيء. خلص شباب شيلونا من هي القصة. أنا عملت دراسة للمشروع وعطيتها لعمو لؤي، وهي نسخة كمان مشان عدل علي إذا ناقص شيء قبل ما نقدمها. مبين من الصفحة الأولى لمسات الأنوثة، فأكيد راح يوافقوا على التمويل فورا. لك صحي؟ أنا ما خبرتكم يا شباب. كنت بالبيت عم بحكي أنا وأهلي يعني عن المشروع. فبتقترح أختي سعاد، يا حبيب قلبي يا سعاد شو بتفهمي؟ إنه نحن نعمل شيء مختلف عن الموجود. يعني هودي ليس فقط بالشكل والمحتوى. في أزعم؟ اختصر. لا تضوج عم بحكي. يعني نحن فينا نعمل شيء له علاقة بكافيتيريا صديقة للبيئة. من الأكل للمشاريب كل شيء يكون بالفخارة، كل شيء صحي. فوالله أنا حبيت الفكرة، فشو رأيكم؟ حلوة الفكرة كتير. على فكرة فينا نمنع الدخان والأراجيل، وحتى بلا المباريات والإنترنت، هيك بيكونوا الزباين عندهم خصوصية أكتر. وبلا الخصوصية وبلا الزباين، على فكرة أنا بلا المشروع كلياته شباب. قوم نمشي. شو بدنا نفتح مشروع خيري نحنا؟ أبو الريم لا تزعلنا الفكرة من أول شيء، طول بالك علي. أنا عم بنزعل الفكرة. طلع معك إني عم بنزع الفكرة، أنا أكتر واحد مع الفكرة، روقينا، فكرتك على رأسي. أنا آسف ريهام، بس عن جد يعني معه حق. إذا بدنا نعمل مثل ما أنت هلا قلتي رح نطلع خسرانين، يعني ما رح نغطي تكاليفنا الأساسية، معقول نشتغل ببلاش؟ للأسف يعني 80% من العالم رح تجي مشان أرجيلة، هذا واقع. يعني هلا وقفت وبدي أنا وسعاد. طولي بالك، أنا أكتر واحد مآمن بالمشروع. روقي علينا، فكرتك على عيني وراسي. حلو، معناها أنا من بكرة رح بيع السيارة وانزل على البلدية ورح أعمل العقد باسمي. أيوة، يعني العقد باسمه والمصاري من أبوه ونحن رح نشتغل عنده. طولي بالك علينا شوي ريهام، يعني أنا هلأ كنت جاي أقلك بس إنه يحكي لنا مع الأستاذ لؤي مشان يعملنا عقد شراكة بيناتنا. أنا هيك قال لي رئيس البلدية، يعني بس مشان أسرع وأسهل. شباك عم نمزح معك. صح؟ ليش ما تخلي سيارة أبوك هلا وأنا ببيع سيارتي؟ حبيبك اتطمر، رح نبيع كل شيء، والله رح نبيع كل شيء. يا حبيبي ممكن تبيعوني البيت مشان هالمشروع. إمتى قررت تسافر؟ ما بعرف، ما حددت لسه. شو جاب هالسيرة على بالك هلا؟ مو أنا يلي جبتها. ما سمعت حالك وقت قلت رح تبيعوني البيت كرمال مشروعكم؟ لو كنا عم نمزح. بعدين أنت بدك تضلي هيك وقفتيلي على الكلمة. أنا فعلاً مستعد بيع البيت كرمال المشروع. يا نبيل أنت، امشي. شو هي يا نبيل؟ مو مصدق؟ بلا مصدقتك، وحياتك مصدقتك، وبعرف انك ممكن تبيع البيت والسيارة كرمال أي حدا محتاج، مو بس رفقاتك. بس خليني أقول لك شغلة، يلي بده يقدم صح بده يقدم شي بحبه، وانت لا بتحب بيتك ولا بتحب سيارتك ولا معتبره ملكك، فبالتالي انت عم تقدم شي ما بتحبه لمشروع انت ما بتحبه. اي لا مو صحيح، أنا بحب المشروع وعم أقدم فيه كل شيء مثل الشباب وأكثر. أنت بتحبه لأنه رفقاتك بيحبوه، وهذا فرق كتير كبير.
وإذا بدي أكون صريحة معك للآخر فأنت عايش ضمن حالة اللاحب، ما بتقدر تحب شيء أو ما بتعرف. يا عم حاج تضغطي علي، لا تزيديها إذا بتريدي، أنا مو هيك، مو مثل ما عم تحللي. طيب بما أني عم بضغط عليك فخليني أقول لك شغلة أخيرة، أنت بتحب هي الحالة، بتحب المعاناة، وعلى فكرة لا تتوقع من أي شيء أنه ينرد عليك بالخير والحب إذا ما قدمت له من كل قلبك وكيانك. عم تفهم علي؟ عم حاول. مرحبا. وين كنت؟ مع لؤي، سلم عليكي. الله يسلمه. فكرت إذا بدك تروح معي ولا لا؟ بروح بوصلك وبس تخلصي بدقي لي برجع باخدك، ما بتصور بدكم كومبارس بالندوة. على فكرة اسمه لقاء مو ندوة. وما عاد بدي إياك توصلني ولا بدي إياك تروح معي من أصله. بس بالله سؤال، يعني مع مين كنت عم تحكي بالمرسم؟ مع مين؟ والله ما بعرف. اسأل حالك وانت موطي صوتك وما بدك حدا يسمعك. زمانه كان سقراط قاعد مع تلاميذه، اجت مرته بعد ما بهدلته وكبت عليه المي وراحت، سأله واحد من الطلاب قال له يا حكيم برأيك اتزوج ولا ما اتزوج؟ قال له اعمل اللي بدك يا بالحالتين رح تندم. طبعاً وانت هلأ بعتبر حالك. مساء الخير. مساء النور. اطلع حبيبي غير اوعيك. شكراً بابا. على شو بابا؟ بشكل عام. شو بدك عزيمي على الحكي يعني؟ بابا سعاد تخانقت شوي هي وحسن. أنا قلبي كان حاسسني. قوم 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 نزيل بسرعة صالحهم ورجعها على بيتها. لا بابا ما فيني روح لأنه حسن طلقني. شو؟ قوم قوم خدني لعند حسن. أبو يزن ما صار لك كم يوم طالع من المستشفى؟ بدي روح يعني بدي روح. بابا ما في فايدة من الحكي معه، معند رحت أنا والشباب وما عم يرضى، خاصة بعد ما ضربه زياد. كل هادو مخبيين عني؟ معقول لك ابني؟ معقول أنا بآخر عمري يكون سبب طلاق بنتي؟ أنا الموت أهون علي من إني أخرب لبيت. بدي روح يعني بدي روح. أبي بدي روح. طيب خلص روح روح، أنا بروح معك. طول بالك. قوم خدني لعنده. قوم يلا. أبو يزن قوم. ما صار لك كم يوم طالع من المستشفى؟ على مهلك على مهلك على مهلك. أهلا وسهلا فيك أبو تحسين. أهلين خي بايمن. أهلا وسهلا. شو ماني شايف حسام، وينه؟ حسام ما بعرف إذا هون. حسام يا حسام. إيه بابا يلا. أهليك يا رب. أهلين عمو أبو تحسين. يا أهلا يا أهلا. شرفت عم. أهلا يا عم. أهلا. أهلين بابا. يا عم حسام هاي الشنطة فيها 7 ملايين ليرة، تاخدها تبدأوا تشتغلوا بمشروعكم ولا تتعطلوا أبدا. شو هالحكي يا عم؟ أعوذ بالله ما رح أخدهم. هذا أمر لا تحكي له كلمة. ها هلا فهمت ليش أصريت إنه تيجي لعندي لهون بدون ما تقول السبب. هلا أنت لا تتدخل بهالموضوع. عم حسام خود المصاري وإذا لزمكن شي فيه. خود يا أبي خود، أنا وعمك أبو تحسين واحد. كتر الله خيرك. يعني شكراً عم، والله ما بعرف شو بدي أقول لك. والله يخلينا إياك. إنن هالكلمتين رح تقوليهن على السريع ومنكون خلصنا. بعرفك قوية وهلأ بدي إياك هيك. تفضلي بابا.
أنا رح أنطركم. مرحبا. اهلا. مرحبا. اهلا. بتمنى تكوني مقدره درجه تسامحي ورحابه صدري يا سريهان. اجيت لننفذ الاتفاق. تفضلي. بعتذر. ريهام مستعجلة، مالي شي، عم تستناها أما بالسيارة بدنا نروح مشوار ضروري. وهي صار اللي بدك إياه سيد نوار، بقي تسحب الدعوة. لا تنشر بالأول الآن ريهام البيان على صفحتها. نسحب الدعوة. اليوم المساء بيكون منشور. ممتاز. ماما خديني على البيت. طيب ما بدنا نستناهم؟ ماني قدراني. ريهام؟ 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 لا ريهام؟ ريهام افتحي. ألو. ألو مرحبا مدام. عم دق إلا لريهام ما عم ترد. المفروض كانت تلتقي بنوار اليوم. أي راحت مشي الحال. بس رجعت وحبست حالها بالتراس. ما عم تخليني فوت. طيب أنا جاي فورا. مرحبا حسن. شو جايب لي ابوك هاي المره؟ حسن يا ابني. ابنك. ابنك. انا ماني ابنك ولا بيشرفني يكون ابنك. وروح من هون قبل ما تسمع كلمتين كبار هلا. انت مين مفكر حالك حتى عم تحكي معنا بهي الطريقه؟ كيف لازم احكي معكم بالله؟
شو اللغة اللي بتفهموا فيها لحتى تفهموا وتستوعبوا علي وتحلوا عندي؟ لك حسن يا حسن تعال برا، خليك برا انت، اطلع بسيطة. يا حسن اسمع هالكلمتين كرمال العشرة والخبز والملح، أنا درستك يعني أستاذك مثل أبوك. أبي لا تجيب سيرته على لسانك، وأنت مو أستاذي. حلو عني لك عمي، حلو عني. يا حسن يا حسن استهدي بالله واخزي الشيطان وخلينا نحكي هالكلمتين بس. أنا زلمي مريض وجيت بشيبتي على بيتك، بتقوم هيك بتتصرف وأنت مثل ابني؟ عندي حل واحد ما في غير، بتجيب لي ابنك يلي غدرني غدر وضربني وبفعصه برجلي ليطلع الدم من انفه ومن عيونه، وقتها نقعد ومنشوف شو بصير. ايه ما قلت لي ما في شي متغير فيني غير انك حليانة؟ عادل بليز خجلتني. شو فيها؟ ما انت الخجل بيلبق لك. طيب حدا قال لك اني كتير بحب كلامك مثل ما بحب لوحاتك؟ ايه قلتي لي هذا الكلام. ردي اذا ضروري. لا لا ما في حدا ضروري، بعدين أنا هلأ عندي أنت المهم وبس. لا بس أنا هيك عالي قليل بصدق دغري. إيه لازم تصدق دغري. صحيح عادل؟ قوم لحتى نروح على مكان فيه رقص، كتير جاي عبالي رقص أنا وياك اليوم. إيه رقص؟ لو ملحقتيني بالشباب كان إيه بنطلط أنا وياك شوي، بس بهالعمر صور صعب. عادل انت بالنسبه لي احلى شباب بالدنيا. ريهام افتحي الباب. ريهام ماني متحرك من هون لحتى تفتحي. في سلم بالبيت؟ ايه في على الاسطوح. بردوا عتمة كتير. حسام أمن المصاري، وقع العقد بالبلدية، بكرة رح نبلش شغل بالكافيتيريا. سهلا نوار بيك، كيفك؟ تمام. تفضل تفضل. ما بعرف ليش حاسس انه تليفوني هاد بده يرن هلا. ها ليه؟ انا ما بحب الناس اللي بيديروا ظهرهم وبيمشوا بعد ما يقضوا غرضهم.
وما بيقولوا كلمة شكرا. لك يعني احنا ما طالبين شيء، كلمة شكرا على القليلة. كنت عند الصبية من شوي تاخذ العقل، ولو اني بعرفها قبل ما تيجي لعندي ما كنت رحت معك هذاك المشوار. ما علينا. بس يعني يا سيد نوار، نحن صفينا لك الطابق قدام المرمى، مرمى طويل عريض، لا مو بس ظبطنا لك الحارس وشكلسنا لك يا بتقوم تشوطها برا. برا يا رجل، انت كيف بتعالج القصة بهي الطريقة المهزية؟ يعني لو انك طالب عطل وضرر نفسي ومعنوي هداك الرقم ما كنت حصلت عليه. يا باشا، كل واحد له اسلوبه وطريقته، وانا حصلت من الموضوع اللي بدي اياه واكثر. طبعا كلياته بفضل جنابك، بس بالنهايه المساله بتعتمد على تقديرات كل واحد. بس عم اقول لك هيك مشان اذا بالمستقبل صار معك شيء مشابه على القليلة تقدر تستفيد منه. بالمناسبة صيد شركتك بيطير العقل، هدوء وتعامل حلو. عن جد أنا بهنيك من قلبي. هلأ هون أنتو كلكم يمكن مثقفين وكتاب وهيك شي، ما الله شي حلو، شي حلو عن جد. هلأ بدي أسألك، ما حاسس إنك يعني بحاجة لشريك قوي يسندك ويكون معك بهذا الزمن الصعب؟ الحقيقة بعد ما تكونت هاي المؤسسة على تواضعها وحققت حضور ونجاح، كتار طلبوا شراكتي، بس أنا بصراحة ما حبيت. هذا أكيد خبر مو جواب على سؤالي. أنا راح أعطيك فرصة لحتى تفكر وتأخذ قرارك، وأنا واثق ومتأكد إنك راح تحاكيني تليفون وتعزمني على فنجان قهوة سادة مثل المثقفين. وين؟ عم حاكيك على أرضي. سلام. يلا يا مدوحة. يلا. الو، مرحبا. اهلين نيفين، كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. شو بصوتك؟ في شيء؟ يعني هيك شوي تعبانة ومتضايقة كتير. لك فيني شوفك؟ طيب يلا بس اطلع بحالك. طيب طيب، معناها أنا رح ألبس وجهز حالي وناطرة تليفونك. يا سلام سلام سلام.
اهلا هنودة. اهلا. كيف كانت الندوة؟ المحاضرة؟ المدري شو؟ وليش عم تسأل حضرتك؟ خاطرك ما كلفته واجيت ولا عم تتمسخر؟ لك شبه ليش هي؟ أنا عم لطف جام وعلى قولة أسعى. اعمل قهوة لبين ما غير أوعي. الله يعطيك العافية يا عم. يلا شد هذا هو هذا هو اوعى. أيوه. راسك عم الروم؟ شباب أنا خالص أخرت كثير عندي تنزيلة ألمنيوم بحرشلة. ليك يا عمي نحن بكرة من الصبح هون. إيه موفقين يعطيكم العافية. الله يوفقك بتكون مزروع قدامنا. إيه ماشي. إيه. حيو. رامي. خيو أنا بكرة رح أجيب لك المصاري. بتشيلهم بتزتهم بوش عناد. وخلص خليه من اليوم يلاقي بديل غيرك. عشت والله ما خلص ما عاد عرفت شو لغت بالكمل. شكرا سلام. الله حيو. شبنا يلا بدنا نحكي مع النجار تبعك خليه يجي من بكره الصبح هو وشغيلته مبلش شغل وانا راح بلغ يزن وريهام. خلص بلشنا. قبل ما اتصل بالنجار هدول من هلا لبكره الصبح بيسحبوا نصهم الاولاد شو بدك تساوي؟ لك اخي شبك خلص عندي هلا بنشوف الناطور تعال. ايه يلا شري. علم يعطيك العافية. نحن هون أخذنا الحديقة استثمار ويعني رح نعمل فيها مثل كافتيريا صغيرة وجبنا كل العدة بس بدنا حدا يحرسها لبكرة فخرج نعتمد عليك. بس هلأ أنا نازلة على الشغل وبرجع بالليل تعبانة بدي نام بالإذن. والعمل هلأ شكلي يا بسمرة رح نام هون اليوم. أخي خلص ليلة وبتمر. عافاك وأنا معك. ولك أحلى بسمرة. لك ولو بقول إن شاء الله خير بركي مش الحال وقدر يقنعوا. لك وإجوا طمنا أبو يزن. جوزك طلع قليل ترباية وحقود. خير لشو صار بابا؟ فيك تسمعني شوي؟ أحكي يا بنتي. بعرف إنه كلمة مطلقة صعبة عليك بس يقولوا مطلقة ولا يقولوا إنه ما فيها خير لأهلها. وأنا شايفة منيح كيف الوضع إنه مو متحمل وما بدي حط برقبتك عيلة تانية. فيعني بابا إذا بتسمح لي بدي أنزل من بكرة ودور على الشغل. لك آخ والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا مسكينة. قلي إنك رح تخليني جنبكن أنت وأمي قوم فيكن وساعدكن ودير بالي عليكن. قلي بابا إنك ما رح تغضب علي على شي أنا ما لي ذنب فيه غير إني بحبك وبخاف عليك. يا بنتي والناس اللي بدن يحكوا علينا؟ ماما أنا لاني أول وحدة بتطلق ولاني آخر وحدة والناس بتحكي شوي بعدين بتسكت وبابا إذا بتفرجيهم إنه عادي فرح يخرسوا. ايه صح ماما بعدين هيك احسن يعني حلو تشوفي ولادك حواليكي وولاد ولادك مو هيك تيتا؟ الصراحة لك بنتي قلبي وجاني عليكي شلون رميلك هالرمية وما انا حاسي. لك بنتي تعيشوا معنا مثل ما نحن عايشين وربك هو بيدبر. الحمد لله على السلامة لك بنتي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك أبي. يعني أبو الروم عدم المؤاخذة إما لي حاسة عم تشغل من المطعم أما قضي لي إياها سري مري سري مري. كتير مكركب المطبخ ها كتير مكركب جيب من الآخر عناد. لك يا ابن الحلال أنت آخذ سلفة وعم تدفع من راتبك. إيه شو إيه وفوق منا إجازات ساعية يعني الأسبوعية تبعك قديش بدها تكفي إجازات وسلفة من وين بدك تعيش؟ لك شو ايه انا عم خبرك هذا الكلام مشان تعرف حالك على اي ارض واقف عقلك براسك تعرف خلاصك. هيك عنات ومن اخره السلفة وحجب لك يا عمين وجيب شايف غيري انا ما بقى بدي اشتغل. لا شو بدنا بهذا الحكي شو اللي يا سكينة بعد يا منوشي سيك عن هذا الاوردر سكوا مني دليلي يا منيح انا عم بحكي هذا الكلام لانك مثل ابني الصغير
تعال مشي الاوردر.